تتواصل انطلاقات أشواطنا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في هذه الانطلاقات وهذه التحديات في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل والرائع في أرضية هذا الميدان. شوطنا العشرين الذي يحمل هذا السن وهذه الانطلاقات سن الحقائق تحفت الميادين وميدان دستور أحد فروع المرموب الذي تنطلق فيه هذا السن سن الصغار وسن التحدي والتنافس. نسير مع الابكار الحقائق وتتقدمهن على المركز الأول شيمة خليفة بن كاسم خليفة المسافري على المركز الأول بينما ليها في المركز الثاني. شوف التدخلات سريعة الشاهينية وعيد بالصغير بقنوم بيراد الكتبي على المركز الثاني بينما تدخلت في هذه اللحظات ووصلتنا هذه حفلة لأحمد بن محمد بن كراز المهيري تقدمت في هذا الشوط بينما الوصول من الشمالية مانع بن يمع بن خميس الغويص على المركز الثالث. وفي هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل في انطلاقات أشواطنا نرحب باسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المنطلق مع والانطلاقات والاندفاعات والحاضر. مرحبا أبو سعيد للحضور والمتابعة وهذه الانطلاقة في الأصالة والتحدي والتشريف على أرضية هذا الميدان. نسير مع مقدمة الشوط ونعود مع الانطلاق الأول ومع مسار هذا الشوط. السيطرة مشاهدي العزاء حفلة لاسمه شيخ حفلة لأحمد بن محمد بن كراز المهيري على مقدمة الشوط وهي تسيطر على المركز الأول بينما تليها في المركز الثاني تأتي الشمالية مانع بن يمع الغويص السويدي تدخلت هناك شعار هلال بن خميس العمري يتدخل في مسار هذا الشوط في شوطنا العشرين. الله يا هذا الشوط الله يا هذا التنافس في سن الحقائق. نعود مع مقدمة الشوط ومع مسار هذا الشوط وتحدياته. تسيطر الشمالية مانع بن يمع الغويص السويدي على المركز الأول على الانطلاق الأول بينما المركز الثاني تأتي فيه اللي هي الشايب الهلال بن خميس بن عامر العمري على المركز الثاني على المركز الثاني. اللحظات الأخيرة لحظات الفوز ولحظات الناموس لا زالت مسيطرة الشمالية مانع بن يمع الغويص السويدي وسلام لأهالي الرفاعة الله تهانينا وناموس على هذا الفوز وناموس لمانع بن يمع الغويص السويدي. المركز الثاني الهلال بن خميس العمري بينما المركز الثالث وصلت في الذيبة للعبد بن عبد الله العمري. المركز الرابع وصول سمحة لسالم بن فايل بن خربيش العويسي والمركز الخامس وصول الشاهينية لأحمد بن عتيج المقعودي. هكذا الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية وهذه اللي انطلقت بناموس هذا الشوط وحققت الفوز والناموس اللي هي الشمالية قطعت المسافة 2 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 3 دقائق و36 ثانية من الثانية. تهانينا لمالك الشمالية مانع بن يمع الغويص السويدي بينما المركز الثاني وصلت فيه الشايبة اللي هي قطعت المسافة الشايبة في فترة زمنية مقدارها 3 دقائق و2.1 ثانية من الثانية. تهانينا هلال بن خميس العمري بينما المركز الثالث وصلت في الذيبة قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 3 دقائق 3 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الذيبة اللي هو العبد بن عبد الله العمري.